بالنسبة لي الكوكا رين ريفيو طبعا اللي هي عبارة عن مجموعة من الدراسات أو المراجع اللي تعنى بعلاقة الأروماثيرابي with massage واللي تؤدي إلى decrease psychological morbidity lessens symptoms, diet, stress and or improvement that quality of the life in patient with the diagnosis of cancer. فمجموعة من هاي الدراسات وقام بتجميعها كوكارين منها ما بما أنه تعنى بعلاج جديد أو طريقة جديدة للعلاج فهذا يعني يرتبط بالRCT Randomized Control Trial اللي أخذتها بالمرحلة الأولى. نشوف جزء من هذه الدراسات عددها وعدد البيشنت اللي بيها واللي طلعت بيه. ناخذ هسه مثلا فور ترايل 207 بيشنتس انزايتي ميجر انزايتي ديتكشن وذ ريدكشن بوست انترفينشن شافوا البنفيت مالته من 19 الى 32% ريبورتد المسجل. وكذلك بقيه الدراسات على هذا النمط. بالنسبه للكونكلوجن للمراجع كوكارين كانت انه المساج ويا الاروماثيرابي طبعا confer the short term benefit on psychological well-being and anxiety. هاي المعروف انه مو long term انما short term and benefit. الشيء الثاني انه effect of physiological symptom موجودة اكو فالتأثير فسيولوجي يظهر ويبين. الشيء الثاني بالدراسات كلها رغم انها RCT انه تحتاج الى longer follow-up replication تكرار ومتابعة اضافة انه larger trials ايضا يحتاجوها عدات كانت من الدراسات قليلة المرتبطة بالموضوع وكلش مهمة للإفيدنس. يعني الدليل بكثرة الدراسات نطلع بنتيجة أو دليل يثبت هذه العلاقة اللي هي علاقة الأروماثيرابي بالمساج و relief of the pain or an alleged physical symptom وغيرها تعتمد على ما نستخرجه أو نستنتجه من الدراسات. نجي أولاً للواحد من الأمثلة المهمة بعد المساج هو الأكيومنكتشرز مثل ما تعرفون أنه عبارة عن stimulation of a specific point إذا أريد هذا الstimulation يتم عن طريق insertion of the needle مناطق محددة يعرفها البراكتيشنرز راح تؤدي لنا إلى release of الإبنفرين أو الأدرينالين اللي طبعا يؤدي إلى activation of the vital organs. عندنا هنا الطاقة أو الانيرجي اللي يحررها هذا العمل نسميها key اللي هي energy called key. هذه الانيرجي تمتد بين 12 ميريدين اللي هي قنوات تعمل على function of the 12 organ بالجسم. طبعا هذه الطاقة الممنوحة من قبل هذا الستيميوليشن تؤدي إلى حيوية وفعالية الأعضاء المارة بتلك القنوات. بالنسبة إلى أنه كل هذه البنكتشرز بوينت لوكيشنز على طول هاي المريدين أو القنوات اللي تؤدي إلى flow of key energy. هل تشوفون هالقنوات البراكتيشنرز طبعا يعرفونها الأكفاء يعرفونها
وحافظينها، عددها 12 ميريدين على طولها، كل واحدة من ذن هي مكان للإنسيرشن أوف ذا نيدل. أوكي، هم يعرفونها وحاسبينها ويندلونها. شوفوا كل واحدة، كل نقطة من هاي النقاط على طول هذا القنوات هي إنسيرشن أوف ذا نيدل. طبعا اللي بالنسبة للإكيومينكتشرز بوينت، أكوفد according to physiological and anatomical features مثل ال peripheral nerves injection. ال peripheral nerve junction اتصالات أو ارتباطات نهايات الأعصاب. بالنسبة لل triggering point اللي هي increased stimulation within muscle، بالتالي راح تؤدينا الى ان لها علاقه بان تؤدينا الى relief of the pain or any characteristic اخرى. مثلا خلنا ناخذ فد بالنيك والشولدر، فد بوينت موجوده، هاي لها العلاقه بالهدك طبعا، و تعتمد على مثل ما نعرف ان كل هاي المنطقه من يسوي لها انسيرشن دايركت يعني نيدل انسيرشن راح تولد لنا استيميوليشن، على الاستيميوليشن في كل الماسكولوسكيليتال بالمنطقه. طبعا التكنيشن هذا خبره وعلى متوارثه واكسبيرينس لهم بيها. بالنسبة الموضوع الآخر من يعني دراسات أخرى عن الأكوبينكتشرز اللي خاصة بالهدك، اللي هي أيضا عدد من الدراسات الكلينيكال ترايل، هذه الدراسات عن الأكوبينكتشرز واللي هي أكثرها كلينيكال ترايل مثل ما تشوفون، لأن فتشي دراسة جديدة، علاج جديد، فاللي يقول رغم إنه عددها أول شيء يعني الكواليتي والأمونت مع الإيفيدنس مالتها إنه not fully convenient، أعداد كلش كبيرة، أعداد قليلة من الدراسات، فرغم نوعيتها فهي غير مقنعة. تحتاج إلى well plan, large scale studies and access assessing effectiveness. تحتاج إلى أمور كثيرة. المواضيع الأخرى من systemic review أو بعض الدراسات اللي مجمعها، systemic هي مجموعة من الدراسات المتعلقة بموضوع معين يجمعونها ووفق دراسة معينة أيضا أو محددة. أيضا هنا علاقة الأكوبينكتشر بالكرونيك بين، أيضا مجموعة من اللي تشمل دراسة الار سي تي، وتشمل أيضا عدد من المرضى، عدد من 362 13 دراسة ار سي تي، أخرى من الدراسات ميتا أناليسيز. المهم احنا من هذا كله الاكومينكتشرز اذا ريد على الكلينيكال الار سي تي مثل ما تعرفون احنا الشيء المهم بهاي الدراسة هو البلاسيبو، ما نلقي فشي نعوضه من مكان الاكومينكتشر. الشيء الثاني واللي كلش مهم النوعية هذه الدراسة يعني إضافة إلى البلاسيبو وال طبعا الانترفينشن أيضا. أوكي، فهواية من الأمور اللي تعيقها. خلينا نشوف شنو التحديات التشالنج اللي نلقيها بهاي الدراسات اللي هي الترايل كونديشن ترايل كونداكت ترايل بالنسبه للاكوبينكتشرز.
وعلاقتها بالبين أو الهيدك أو أذر ديزيز آخر، اللي هو ريسورسينج مصادر سواء كانت مادية أو معنوية. فكلش يعني قلت المصادر. الشيء الثاني trial of the single intervention هاي يعني reflects هي reliability، ما بيها فد يعني موضوعية أو يعني مصداقية. إذا سويناها multi faceted intervention هاي very complex. عرفونها intervention لأن clinical trial لازم يجي المريض تشرح له الوضعية، تشرح له الأمور زين. الاجريمنتس تو الراندمايزيشن الشيء الثاني اللي قلناه، والمهم هو البلاسيبو اور شامز ان تشالنج، يعني شيء نبدله او يشبه هذا الاكوبنكتشر نحطه عوضا عنه بلاسيبو، صعب جدا. الشيء الثاني هو الدبل بلان اللي هي من اهم الأمور اللي تنجح دراسات الكلينيكال ترايل. فعليه استنتجنا من هذا كله، عندنا الإفيدنس بيز فور ذا كومبلمنتري ثيرابي. الشيء المهم بي انه read evidence to work safe of a drug. We offer the money for the patient. هي اهم شيء، شنو الايفيدنس اللي يثبت بان هذه الادوية هي انها safe، بينما في الطب التقليدي مثل ما تشوفون انه تركيزهم انه مو بروتكتيف، تركيزهم على انه الدواء هو سيف اند افكتيفنس. ونعيدها ونرجع ونقولها، اللي شيء يدعم الميديكال الكونفنشنال ميديسين هو الدراسات العميقة والطويلة research. الشيء الثاني بالنسبة للcomplementary انه لازم حال conventional medicine لازم يعتمد كل المهنية والطرق والشروط لإنجاحها والشفافية والدقة العلمية والصحية وكل ما يتعلق بأمور الميديسن. يعني لازم البراكتيشنرز أو الكمبلمنتري ثيرابيز حتى يوصل إلى مستوى الكونفنشنال ميديسن لازم يطبق كل ما يطبق على الكونفنشنال ميديسن، لازم يعرفها كل زين هاي الأشياء البراكتيشنرز. فإذا نفرض أنه أنطاك appropriate use of the resource، أنطيناك money وقلنا لك هذه money for therapies لدواء معين، هذا therapy that don't have an evidence based supported ماكو فد شي دعمه، هل إنه راح spend of the money to an aromatherapy or of for the conservations or the chemotherapy. يعني شيء غير معتمد، تروح تدرس عليه لو تروح تشتري بيه chemotherapy conservation. من المؤسسات أو المعاهد الوطنية اللي تدعم الدراسات هي النايس الناشنال انستيتيوشنز اوف كلينيكال اكسلنس. طبعا هاي المؤسسه هي بروفايد جايدنس ادفايس انفورميشن سيرفر سيرفيس فور ذا هيلث بابليك هيلث
Okay. The arguments for in high public and يعني من الشروط اللي تقبل بدعمها هاي المؤسسة أو المعهد الوطني من الأمور اللي يقبل بدعمها تتوفر بها خمسة أشياء: high public health public interest, health GP provide access, ال could address inequalities, access opportunity should apply same standards, nice could stimulate more of high quality research. Then إذا توفر عن الخمس أشياء بالcomplementary therapy راح تقبل هذه المؤسسة بدعمها، وإلا against هي هاي المؤسسة إلى ثلاث أشياء. إذا كان المون إن إتش ليميتد يعني الميزانية مالت الدراسة عالية جدا، طبعا هاي برايوريتي الأولويات بالنايس أدها أولويات المهم ثم الأهم. البور كواليتي إيفيدنس الدراسة أو المشاريع اللي تطرح عليها تكون بور كواليتي إيفيدنس، مثل ما الكومبلمنتري بور كواليتي إيفيدنس، وقلنا ليش. بالنسبة لي resistance to ال evidence base of the medicine for the complementary therapy، خلينا نشوف شنو اللي تتفق ويا ال complementary اللي قلناه أو ما تتفق وياها. بالنسبة لي ال issue of the assessing effectiveness is the in way هي consists with the evidence-based medicine principle. لا بس كإفكتيفنس هي نتفق وياها وثابتة. النيتشر relevance applicabilities remain the controversial، قلناها إنه مو كل شيء طبيعي هو آمن، طبعا أمور أخرى تطبيقها أهميتها كل شيء بالcomplementary ينطبق ويا medicine based evidence. بعض الquality qualitative study of the acupuncturists الممارسين للacupuncturists طبعا بالنسبة للإيفيدنس مالتهم يقول هي ريليشن إلها علاقة بالإنترفينشن، يعني وجها لوجه maybe نعم تعتمد على الإنترفينشن، هم يقومون بعملها وبإيديهم صحيح، يعني ككواليتي نوعا ما نوعية هاي الدراسات تتفق ويا الإيفيدنس بيز ميديسين، لكن تبقى الترادشنال والإكسبيرينس هي من دعائم الكومبلمنتري ثيرابي وليس الريسيرش. الإيفيدنس بيز ميديسين ديبندنس أوف ذا ريسيرش ودوكيومنتري ريسيرش والإيفيدنس ريسيرش، فراح نرجع شن هو ال evidence based medicine requires the new skills of the clinicians بعد القديمة والشيء ال efficient literature researching application role of the evidence in evaluated clinical literatures. okay.
طبعاً ودائماً وأبد need for the clinically important information of the diagnosis, the prognosis, therapy and the other clinical and healthcare issues. كل هاي نعتمدها الأشياء وبالتطور وباستمرار. وليش مو شيء نتوارثه ونتعلمه ونجربه؟ يعني relevance to you a doctors. هنشوف انه maybe to able to provide some access to complementary therapy. Different patients will be have طبعا هنا انه احنا نسأل يعني صلت الموضوع بالدكتورز انه maybe احنا قادرين على ان نصل الى الـ complementary therapies امكانية الوصول الى إنه different patient will have different benefit belief. بعض المرضى عندهم معتقدات and approach وآراء. Universals answer ماكو فد إجابة عن ال complementary therapy بالعالم. Should aware of the range therapy invaluable and why patients use them. يعني التحذيرات اتجاه هذا الكومبلمنتري ليش الناس تتجه له رغم انه هواي بشغلات يعني غير دوكيومنت ما بيها فد ايفيدنس قوي ليش الناس دا تروح له نجي الى الكونكلوجن بالنسبة بصورة عامة عن الكومبلمنتري دراساتنا اللي أخذناها من خلال هذه الدراسات اللي هي أكثرها clinical trial, systemic review بعضها جمعوا هاي clinical trial على شكل systemic review meta analysis واستخرجوا وطلعوا بهاي النتيجة or conclusion استنتاج in much of the evidence our complementary therapy هو uncodal يعني عبارة عن قصص codal and qualitative يعني مجموعة من القصص عبارة عن تأليف الشيء الثاني ان quantitative data يعني show clinical improvement but compare small numbers يعني كمية الداتا ويا الكلينيك لكن مقارنة بالسمول نمبر عدد الدراسات وقلتها فهي poor power of study وإضافة إلى أنه difficult make any solid conclusion صح ما اشتغلوا تعبوا لكن عدد الدراسات كانت قليلة عدد الداتا لا بأس بها لكن المشكلة انه ماكو فصلت استنتاج قوي لما طلعوا ماكو وذلك انه طلع الإيفيدنس بيز مالتهم ضعيف الشيء الثاني more research need نحتاج الى more research need to carry out
but will always be difficult. ليش قلناها be difficult؟ لأن تحتاج إلى البروبلم بالميثودولوجي اللي هو البلايند دبل بلايند نحتاج، وقلنا البلاسيبو، لأن اثنين أشياء تكون عائق جدا صعب توفيرهم بهذه الشروط، خصوصا اللي شفناه بالأكوبنكتشرز والمساج. أوكي، شكرا جزيلا، وأي سؤال إن شاء الله على الفايبر. نشكركم، تمنياتنا لكم بالموفقية والنجاح. طبعا هي مسألة الكومبلمنتري مهمة جدا، نتمنى منكم كأطباء بعد التخرج الاهتمام بهذا الموضوع، والقراءة يعني أكبر كمية ممكن نقرأ عنه.